النور، مساء الانوار. كنتمنى فريمون تكونوا فرحتوا بينا بزاف. صراحه انا فرحانه حيت كنتواجد بمدينه برشيد وصافي لا بروميير فوا غادي نعرض عندكم الرواق ديالي، دي تابلو ديالي اللي غادي في سياق سورياليزم كله من الخيال ابداعاتي وفني. وفريمون الناس لقيتهم خدام اخذ ورد بهذه الفعاليه مهرجان شق المسرح اللي تا هما كنتوجه لاداره المهرجان بشكر بشكل خاص، وكنبغي نشكر المدينه بشكل عام. دايغ لقينا الشباب متعطش للفن بجميع اصنافه، وغنبغي نتكلم على اعمالي كندير مزيج ما بين الصباغه الاكريليك وما بين الفحم والرصاص الابيض والاسود، لانه كنلقاو فيه راحتي واخا كنجلخ انا كامله وتنتوسخ، مي كنلقى داك لو بليزير ديالي تنوصل ليه ودماغي تيفاق من جديد، ودائما كنعبر بالمكنون اللي كاين. اي ميرسي. شنو النوع ديال المواضيع اللي المواضيع اللي تنتحدث عليهم؟ توجور المراه، ودي باي ذا واي المراه اللي باقا في سن الظهور حرفيا كوم موا، اللي كنسمي راسي اون بابيونت ولا لا فلور، ودائما تلقاوها بشكل حي في لو تابلو ديالي. دائما كتكرر. علاش؟ لانه انا كنبقى ريشه بصيغتي انثى. دابا 4 ans et demi، 4 سنين ونص. الحمد لله النتيجه اللي كتصدى اليوم وفي هذه الاعوام هذه اللهم بارك، الحمد لله، يعني المجهود ديالي كيبان. شكرا. وي كنت في بزاف ديال الفعاليات الكبار، كنت بزاف ديال المهرجانات اللي الحمد لله كيتقام تصنيفي فيهم باحسن رسامه او رسامه صاعده ورسامه صغيره في بدايه المسيره ديالها، والحمد لله هذا ما غير كيزيد يشرفني وكيحط واحد الثقل على رقبتي باش نزيد نهز بمشعل الفن التشكيلي في المغرب ككل ونشرفوا بلادنا احسن تشريف. ماشي.